وبعدين يا جمال، وبعدين هتفضل حابس نفسك كده كتير؟ لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتنام، بتحرق في سجاير وبس. اللي حصل مش قليل دعية. عارفة يا حبيبي عارفة، بس انت صعبان عليا قوي. انا عمري ما شفتك يائس بالشكل ده. الظروف كلها اللي حواليا جوه وبره بتؤدي لطريق واحد، هي اللي وصلتني اللي انا فيه دلوقتي. مش جمال اللي يقول كده، جمال العنيد الجريء اللي مليان رغبة في تحرير الناس من الخوف. راح فين ده كله؟ راح فين الأمل اللي الناس مستنياه فيك؟ غصب عني يا تحية، غصب عني. أنا في النهاية إنسان، الحق أفرح وأزعل وأيأس وأقاوم. طب ممكن تقوم معايا؟ لو قعدت مع الولاد دلوقتي هيطلعوك من اللي انت فيه. هما دواك دلوقتي يا جمال، عشان خاطري. على قد الولاد ما محتاجين لك طول الوقت، انت محتاج لهم دلوقتي. انا عارفه ان محدش هيقدر يخرجك من اوضتك غير ماما. بقولك ايه بابا، تعالى كل معانا جاتو. لا بابا هيجي يلعب معايا شطرنج. لا بابا هيلعب معايا كوره. بصوا انا هعمل كل حاجه، هاكل جاتو والعب كوره والعب شطرنج. هات كوره يا ماما. ايوه. وبعدين يا ولاد، احنا مش اتفقنا هنقعد مع بابا وبس؟ يعني مش هنهد حيله. تحية سيبيني العب شويه. يلا يا اولاد نلعب. يلا ممكن اعطلك شويه؟ من فضلك عطلني كتير. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ مش عوايدك يعني؟ عندي مشكله احلل المشاكل. خير؟ دلوقتي انا عقدي مع شركه كايروفون اللي بتطبع اسطواناتي 400 جنيه في الغنوة. عارف، وقلت لك ان ده مبلغ قليل قوي على حجم مبيعاتك. وانا سمعت كلامك وطلبت 2000 جنيه في الاسطوانه زائد 20% من الارباح. عارف، وكان ردهم ايه؟ وافقوا على الفلوس ورفضوا النسبة. طب ما تكلم عبد الوهاب، ما هو شركه. ما اقدرش اكلم الاستاذ في حاجة زي دي. طب نروح له وسيبني انا هتكلم معاه. ما انا بقول لك اهو يا حليم، انا نصحت الشركة يدوا لك النسبة اللي انت طالبها، لكن هم راكبين دماغهم. والحل يا استاذ عبد الوهاب، احنا مش عايزين ناخد اي اجراء اكراما لخاطرك. طب قول لي يا مجدي، ناوي على ايه؟ يعني مثلا ايه المانع ان حليم يطبع اسطواناته بنفسه؟ لا 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 لا، كفايه اني مع الاستاذ. طب ايه اقولك بقى يا حليم؟ ان انا بنفسي عايز ابقى معاك. مش فاهم. نعمل شركه سوا. ده يبقى يوم المونة لما اسمي يبقى جنب اسم سعادتك. ده شرف كبير يا استاذ عبد الوهاب اننا نكبر شركه العالم العربي
وسيادتك تخش مع حليم والحاج وحيد فريد ونعمل قسم مخصوص للاسطوانات. انا موافق يا مجدي، بس هنغير الاسم يا حليم، ويبقى كامل بيه الشناوي هو اللي يسميها زي ما سمى العالم العربي. أستاذ حسن شيء رائع بصراحة. الحمد لله حليم إنه عجبك. طيب فكرت في بيت الشخصيات ولا لأ؟ البطولة النسائية تعملها قدامك نادية لطفي، الأب يعمله عماد حمدي، الأم مديحة يسري تبقى كويسة جدا. جميل. طيب مين هيعمل دور الأخ؟ والله هو في ممثل جديد عمل فيلم أنا شايف إنه كويس، تلقائي ودمه خفيف، اسمه حسن يوسف. اطمع في تليفونه. هو قوي، انا كنت مجهزهولك اهو. شوف يا استاذ مجدي، هتاخد نمره التليفون وتكلم حسن يوسف يجي الشركه ويمضي العقد عشان انا عايزه. اتفضل. حاضر يا استاذ. على فكره يا استاذ حسن، انا ليا راي متواضع ان اسم الخطايا، يعني سيادتك مش شايف انه هيبقى تقيل شويه على الناس؟ طبعا الامر متروك لحضرتك. احنا هنبدا التصوير امتى؟ اول ما نخلص معاينات ان شاء الله نقدر نخش نصور. ان شاء الله يا استاذ حسن، احنا متاملين في حضرتك كل الخير، وعندنا امل كبير ان الفيلم ينجح ويحقق نجاح كبير على ايدك. متشكر. طيب استاذن انا. استاذن ايه؟ ده انت لازم تقعد وتتغدى معانا. الايام جايه كتير جدا يا حليم، باذن الله نتغدى كتير مع بعض. يلا شرفت يا حبيبي. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام. هوصله يا استاذ. اتفضل يا استاذ مجدي، وصله.